بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحصة الرابعة لمادة Elite 201 Power Electronics. تجربة اليوم التجربة الرابعة راح نتكلم عن SCR. عنوان التجربة Testing the SCR with a Multimeter and its Operation. طبعا أهداف التجربة لهذا اليوم: When you have completed this exercise you will be able to test a typical SCR and verify the result with a multimeter. Demonstrate the general characteristic of an SCR by using DC measurements and verify the result with an oscilloscope and multimeter. ما راح نستخدم الأوسيلوسكوب في تجربة اليوم. إن شاء الله في التجربة السابعة نبدأ نستخدم الأوسيلوسكوب. الإكويبمنت اللي نحتاجها اللي هو البيس يونت، زي ما احنا عارفين هذا هو البيس يونت، القطعة الكاملة اللي موجودة عندنا هنا. ثم بعد كده راح نستخدم اللي هو الثيرستور اند باور كنترول سيركت بورد. طبعا عندنا هذا هو السيركت بورد اللي راح نستخدمه، عنوانه موجود هنا. طيب عشان نبدل طبعا تحتاج السويتش اللي موجود هنا، حتفك السويتش اللي هنا ثم تسحب البورد كامل وتبدل البورد اللي كان موجود سابقا. فأنا قدي مجهز البورد اللي راح نستخدمه في حصتنا أو في تجربتنا اليوم. نحتاج بعد كده ملتيميتر ونحتاج الأوسيلوسكوب، قلنا ما راح نحتاجه. طيب نتكلم في بارت A اللي هو testing the SCR with a multimeter، كيف نقدر نقيسه مع الملتيميتر. ال SCR هنا عندنا في هذه الحالة الآن زي ما انتم شايفين هذا هو ال SCR، هذا هو Silicon Controlled Rectifier ف SCR مراكب على الدائرة، ولكن في الحالة الطبيعية أو في العادة المفترض ال SCR يكون أو القطعة نفسها هذه تكون خارج الدائرة، ما هي موصلة. هنا الآن برضو ما هي موصلة في الدائرة لأنه عندنا أماكن مفصولة من هنا وعندنا مفصولة من هنا ومن هنا، زي ما تشوفين الخطوط متقطعة، وعندنا في الأسفل برضو مع الجراوند برضو مفصولة، فنقدر نقيسه. ولكن هو الصحيح إنه أي قطعة إلكترونية نبغى نختبرها أو نبغى نقيسها لازم تكون خارج الدائرة، المقاومات الأمور هذه كلها لازم تقيسها وهي ما هي مشبوكة في الدائرة. طيب نيجي نكمل الآن نشوف التستنج اس سي ار. احنا هنا في هذا المكان تستنج ان اس سي ار وذ ا ملتيميتر ريكواير ذا يوز اوف اوم فانكشن، طبعا حتستخدمها كمقاومه، اور ذا دايود رينج اوف ذا دي ام ام. احنا عندنا هذا الدي ام ام زي ما انتم شايفين الخصائص اللي موجوده عندنا هنا اللي هو الدايود، تقدر تقيسها بهذه الطريقه، ولكن اليوم راح نتعامل مع الاوم ميتر زي كانها مقاومه، وهذا الاشهر في القياس. وطبعا تقدر تقيسه باستخدام الانالوج ميتر برضو، لها الطريقة ولكن ما راح نشرحها ولا راح نشرح طريقة الدايود اليوم. طيب an ohm meter apply its own voltage to the circuit under test. احنا عارفين انه الجهاز هنا عشان يقيس لنا قيمة مقاومة لازم يعدي ايش، لازم يعدي voltage في هذه المقاومة عشان يقدر يقيس قيمتها، ولكن الفولتج نابع من البطارية الخاصة بالقطعة، فهذه المعلومة اللي حب يقولها في البداية هنا. ثم بعدين in order to correctly measure a PN junction the ohm meter used must be able to develop sufficient voltage between probe tips، لازم يكون في فولتج كافي بين البروب تيبس اللي هو طبعا يقصد بها النقطتين هذه. طيب بعدين انا نسيت فين وصلنا، between its probe tips forward bias junction. طيب when using the DMM set to ohm for testing PN junction it will measure a low resistance when forward bias and high resistance when reverse bias. هو بيتكلم على PN junction، ما بيتكلم على ال SCR الان، بيتكلم على دايود عادي PN junction، لانه زي ما انتم عارفين ال SCR يتكون من PNPN، انا شرحتها في السابق او موجودة عندنا هنا، نقدر نشوفها بهذا الشكل. هذا ال SCR يتكون من PN، هذا دايود مع دايود اخر PN.
طبعا كيف يشتغل؟ الدايود العادي احنا عارفين انه بين الانود والكاثود ما راح يمشي الكرنت لما يكون فقط بي ان، ولكن احنا ايش هنا عندنا؟ عندنا بي تانية، فالكرنت ما حيقدر يعدي من البي الا من البي ان، من الان الى البي هذه، الا لما يكون في كرنت بيعدي بيشغل للبي هذه، فبعدها حيتحرك الكرنت من الانود للكاثود بسهولة. When using the diode function of a DMM for testing PN junction, it will measure 0.6 or 0.7 voltage DC when forward bias. احنا عارفين كيف نقيس اي دايود عادي. And it will measure and overload when reverse bias. فهذا لما تيجي تقيس الدايود function. If هنا في غلط مطبعي. If the SCR examine, if you examine the SCR, you will see why the anode-cathode junction and anode-gate junction cannot be measured as normal diode junction. The only junction that can be measured like a normal diode is the gate-cathode junction. حنشوفها الآن، ما نقدر نقيس بين أي terminals إلا gate-cathode. غير كده ما تقدر تقيسها زي كأنه دايود عادي زي ما قلنا سابقا، لأنه هنا عندي البي ان بي ان مع بعض جنكشن. طيب if you can measure a low resistance between anode and gate or cathode terminal with the meter probes connected in either polarity, the device is defective. إذا قدرت تقيس أي شيء بين الأنود والكاثود أو العكس، أعرف إنه القطعة هذه خربانة. Ideally, SCRs should be measured with the terminal disconnected from the rest of the circuit. زي ما قلنا إنه ما تقدر تقيسها وهي على السيركت، لازم تكون القطعة خارج السيركت. The SCR equivalent diode and PN junction arrangement in figure 1. هذه الإكوفالنت دايود وهذه PN arrangement اللي موجودة. نجي نتكلم عن البروسيجر. لوكيت ذا اس سي ار سيركت بلوك اللي هي احنا نحتاجها، هذه موجودة عندنا هنا. اند ايدنتيفاي انود كاثود اند جيت، يبغانا نحدد فينها. هذه هي الاس سي ار سيركت زي ما انتم شايفين، ان شاء الله يكون واضح مكتوب عندنا الاسم هنا، ونحدد فين الانود والكاثود. وقيدو كاتب لك هنا هذا الجيت وهذا الانود وهذا الكاثود، حرف الكي موجود عندكم هنا. طيب حددنا الأمور هذه، بيقولك the circuit board must be inserted in the base unit زي ما احنا مركبينها الآن هنا، وبعدين بيقول لنا don't turn on the power، لا تشغل الباور. بعد كده يقول لي attach the common lead of the DMM to the cathode، وبعدين يبغانا of the SCR and the positive lead to the anode. What does the meter indicate? طيب خلينا أول شيء نجيب الميتر، نشغله ونحطه على الأوم على المقاومة. إحنا كده شغلناه، ونحتاج هنا عندي يبغانا نحط ال common lead of the DMM to the cathode وال positive to the anode. هذا ال positive الأحمر وهذا اسمه ال common lead أو القطب أو السلك ال common. فبهذا الشكل إن شاء الله يكون واضح زي ما انتم شايفين هنا، فهذا الانود والكومون على الكاثود. فايش القراءة اللي طلعت لنا زي ما انتم شايفين؟ اوفرلود. فهذه هي القراءة طالع لي اوفرلود. طيب الخطوة الثانية يقول لي reverse the lead common to the anode and positive to cathode، نعكسهم مع بعض، هذا الكاثود هنا والانود هنا، فاحنا عكسنا وبرضو القراءة اوفرلود. طيب بعد كده نكمل. This indication shows or show that the anode to cathode resistance of the SCR is infinite. These readings are not similar to a normal diode. أكيد هو مو زي الدايود العادي، فهذه القراءات ما تتشابه مع النورمال دايود. الآن بيقول لك attach the common lead to the anode of the SCR and the positive lead to the gate terminal. يبغى البوزيتيف ليد على الانود والكومون فين راحت، او البوزيتيف معليش يبغى الكومون على الانود فهو موجود على الانود، ويبغى البوزيتيف فقط على
الجيت، فبرضو النتيجة طالعة لنا هنا overload. معلش اليوم ممكن التصوير يكون شوية سيء، انا ماسك الكاميرا بيدي ماني مستخدم اللي هو العلاقة اللي دائما استخدمها، فاعذروني وماني عارف اقرأ من الكاميرا نفسها ولا من الكتاب. reverse delete common to the gate and positive to anode، حنعكس برضو وحنشوف ايش القراءة اللي تطلع لنا هنا. فاحنا بنعكس positive هنا والcommon to the gate بهذا الشكل، وطالع عندي القراءة الآن قيمة عالية جدا زي ما شايفين 29 تقريبا، قيمة جدا عالية ميجا اوم. واحيانا المفترض قبل شوية دوبي قست طلعت overload، فالقراءة الصحيحة هي overload ولكن 30 ميجا، يعني شيء جدا كبير. طيب تقريبا نقدر نقول overload وهي الصحيحة دوبها طلعت معاي. This reading show the anode to the gate junction of SCR is open in both polarities. That is like normal diode junction. احنا بنتكلم بين ايش؟ بين الجيت وبين الانود. طيب الان حنجي نشوف attach the common lead to the gates and the positive lead to the cathode. ابغى البوزيتيف to the cathode والcommon على الجيت بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، ان شاء الله يكون واضح. فايش حيطلع لي القراءة؟ overload برضه. طيب الان reverse delete common to cathode، الجراوند مع الجراوند، الcommon to cathode والpositive to the gate بهذا الشكل. فالان طلع لي 2.3 ميجا اوم، هذه قيمة الان هي اللي موجودة. طيب فاحنا نسجلها، هنطلع لي 2.4 سابقا زميلكم او الطالب اللي هذا كتاب وانا بستخدم كتابه، وانا اطلع لي الان 2.39. زي ما قلنا القراءات تختلف من كت الى كت ومن فترة زمنية الى فترة زمنية لانه هذه الامور بتستهلك. طيب reading from step 8 and 9 similar to the reading from normal diode. النورمال دايود بيعطينا نفس القراءات هذه. طيب ليش قال normal diode؟ احنا بنتكلم gate to cathode. جيت تو كاثود احنا بنقيس بي ان جنكشن زي الدايود العادي، هذا هو البي ان جنكشن اللي موجود عندنا هنا، فهذا الدايود عادي من الجيت الى الكاثود. فالدايود العادي بتقيسه بهذا الشكل من الانود، لو افترضنا انه هنا الجيت على الكاثود فحيدينا اوفرلود، والريفيرس حيدينا قيمة بهذا الشكل عالية جدا. طيب الكونكلوجين، when measured with DMM and SCR reads high impedance from anode to cathode or anode to gate when either forward or reverse biased. هذا اللي احنا سويناه في البداية، كنا بنقيس ايش؟ anode to cathode او anode to gate ونعكس بينهم. بعدين the cathode gate junction، الcathode gate اللي هو احنا بنتكلم على الgate للcathode اللي تحت موجود عندنا هنا، of an SCR is similar to a normal diode junction when reverse biased. It measures high impedance لما يكون reverse based and when forward based it measured 0.7 voltage DC، هذا اذا بتقيسه على المود الدايود، or low impedance تكون فيها impedance اقل زي ما انتم شايفين هنا 0.7 اذا حطيناها على مود الدايود، وزميلكم حطها على مود الدايود وطلعت معاه 0.618 فولت. فاحنا ممكن برضو هنا نجربها نحط على الدايود، فمثلا نقول الموجب هنا والسالب هنا، هذه هي 0.619 زميلكم طلعت 618، طلعت معايا 619. طيب نجي الآن لبارت بي، بيقول لنا if the anode potential of SCR is positive with respect to the cathode. الأنود احنا عارفين ان هو نفترض دائما البوزيتيف والكاثود هو النيجاتيف، the device does not conduct until the gate current flow، لازم يكون في current، فهو يشتغل بالكرنت ال SCR لازم يكون في gate current عشان يشتغل اذا كان الأنود الى الكاثود، ما حيعدي اي كارنت من هنا الين الجيت زي ما قلنا تشغله. طيب
Until gate current flow, the SCR operates as an open switch, and the anode to cathode voltage drop VAK approximately equal to source voltage. زي ما احنا عارفين وقسنا في التجارب السابقة كل السورس فولتج اللي موجودة عندنا هنا في الدائرة راح تروح على الانود والكاثود اذا قسناها في حالة انه open switch. طيب بعدين فين رحنا احنا؟ كملنا هنا. بعدين closing switch S1 عندنا احنا في الدائرة في switch, هذا هو switch S1. اذا ضغطنا عليه سويتش احنا ايش بنعمل؟ بنوصل من السويتش هذا, بنوصل الكرنت على الجيت, بنوصل الدائره. فهذا اللي احنا راح نعمل closing the switch S1, apply positive gate voltage to cathode voltage allowing current to flow through the gate, فيسمح للكرنت انه يعدي. The SCR turn on when the positive voltage across the gate cathode junction is large enough. Typically احنا عارفين انه الدايد يشتغل عند 0.7 to provide the necessary gate current. The anode to cathode voltage then drop to value determined by anode current, typically about 1 volt. حينزل الفولت بين الانود والكاثود لما نجي نقيس بين الانود وتحت عندنا الكاثود, اول ما نضغط على السويتش حينزل الى 1 volt تقريبا. طيب خلصناها هذه. After the SCR is turned on, removing the gate voltage does not turn it off. اذا شلنا الجيت فولتج هذا يعني السويتش برضو مرفوع على فوق, هو السويتش بوش بوتن, ولكن اذا كان سويتش اون اوف مثلا نحركه يمين يسار, اذا طفيناه وانس اننا شغلنا الكرنت حيفضل يعدي, يعني ما تقدر تطفي هذا الجيت او الاس سي ار بهذه الطريقة. ولكن في طريقة راح نشرحها اللي هي نطفي الفولتج اللي موجود عندنا بين الانود والكاثود, هو اللي راح يطفي الاس سي ار كامل. طيب the minimum anode current needed to maintain conduction is the holding current IH. طيب نكمل الآن مع البروسيجر. بيقول لنا locate the silicon controlled rectifier SCR circuit block on the thyristor and power control circuit board, احنا عارفينها فين خلاص. وبعدين يقول لنا connect the circuit of figure 2, يبغانا نشبك الدائرة اللي موجودة عندنا في figure 2 زي ما انتو شايفينها هنا. طيب حنوصل الدائرة, نحتاج بعض الجمبرز, نجيب الجمبرز العادية اللي عندنا هنا ونبدأ نوصل الدائرة زي ما هي موجودة في الرسمة. طيب أول شيء حبدأ أنا عندكم من هنا من الجراند وأطلع مع R2 وأدخل على الجيت. فحنشوف المنطقة هذه, هذا عندنا هنا الجراند مع R2, نبغى ندخل على الجيت. الخط اللي موجود عندنا هنا خط متقطع, فلازم أوصل جنكشن هنا, ثم بعد كده خلونا نكمل على فوق. حيعدي على الار 1 زي ما انتم شايفين هنا وداخل على السويتش, ومن السويتش حيدخل على الفولتج المتغير اللي موجود عندنا هنا, وبرضو نفسه نحتاج الكونكشن من هنا اللي على ار 4 ونازله على نفسه الاس سي ار. طيب فاحنا حنشوف هنا ماشيين فوق ممتاز, ما في اي خط متقطع. وبعد كده في عندي هنا زي ما انتم شايفين لفة, ما ادري واضحة ولا لا, هذا هي حتدخلنا فين؟ حتدخلنا على الجزء هذا من الدائرة الار 3 اللي هي متغيرة هنا, المقاومة المتغيرة احنا ما نبغاها, فاحنا حنكمل على طول على فوق بما انه الخط هنا مفصول ما راح يعدي كرنت اوبن سيركت, وراح يكمل بهذا الشكل. وبعدين انا احتاج الفولتج سورس, هذا الخط متقطع فاحتاج اوصل الجمبر في هذا المكان. طيب نيجي نكمل الان الدائرة. طيب الان اجيب كمان جمبر اخر عشان انا ابغى اوصل من هنا زي ما انتم شايفين في الرسمة هذه الار 4, طبعا الفولتج سورس والار 4 هي اللي داخلة على الانود, ابغى اوصل الانود يعني في الدائرة. فكيف راح نوصل؟ عندنا خط اللي هنا متقطع, فلازم احط جمبر هنا بالعرض عشان تدخل هذه الدائرة. فبهذا الشكل انا كده وصلت الفولتج من هنا, من الفولتج المتغير اللي هنا عندي على الانود بهذا الشكل. فاحنا كده وصلنا
هذه الدائرة. طيب جميل، الآن كده تأكدنا أنها موصلة، خلونا نكمل الخطوات. 6 الفولتج البوزيتيف to 6 فولت دي سي with the positive supply control on the base unit. لازم نشغل طبعا، ما قال لنا نشغله، ولكن كيف حنسوي فولت إذا ما كنا مشغلين هذه الدائرة؟ فإحنا شغلنا الآن، وراح أحط هنا على الفولت دي سي ونتأكد إنها 6. أنا طبعا دوب مسوي التجربة قبل شوية فعارف إنها 6 فولت، ولكن لازم نتأكد. طيب أنا بيد واحدة فالوضع شوية صعب، ماسك الكاميرا باليد الثانية. كيف أقيس هنا بين الموجب والسالب هذه البطارية؟ هذا السالب موجود عندي هنا، الموجب لازم أقيسه من أقرب نقطة له اللي هو من عند الجمبر من تحت هنا، فأنا بقيسها بهذا الشكل، فهي زي ما انتم شايفين 5.98 فولت، فبس عشان تشوفوا بهذا الشكل. طيب فهذه هي 6 فولت. كيف نتحكم بيها؟ نتحكم بيها من هنا، تقدر توصلوا، انتوا عارفين انها ممكن توصل الى 15 فولت، ولكن انتوا تعيروها الين توصل الى 6. انا بيد واحدة فما حقدر اسوي اكثر من شغلة في نفس الوقت الان لاني ماسك الكاميرا باليد الثانية. طيب connect channel 1 of your oscilloscope to the anode، مدري ايش، احنا ما نبغى الاوسيلوسكوب في الخطوة الرابعة هذه، ما راح نستخدمها. بعدين يجي يقول لنا هنا with switch open، لا تلمس السويتش، لانه اول ما تضغط السويتش اللي فوق اللي موجود هنا الS1، اول ما تضغطه راح يشتغل وحيطلع كل قراءاتكم خاطئة، فدائما تأكد ان السويتش انت ما لمسته اذا تبغى تسوي التجربة في المرحلة الأولى لما يكون الـ SCR مطفي. طيب فيقول لك with S1 open the gate voltage is 0 hence the gate current is 0، حيكون ما في gate لأنه الـ gate voltage is 0. طيب this means that the SCR is off and there is no anode current، أكيد ما راح يعدي أي anode current. We can prove that the state of SCR measuring by ال VAK او ال VR4 انه مطفي، يعني هو بيقصد. فكيف نقيسها؟ احنا قلنا كل الستة فولت اللي احنا حطيناها هنا على الانود والكاثود حتكون ايش؟ بين الانود والكاثود، صح ولا لا؟ قلنا كده، يعني انه مطفي، لما نشتغل حتصير الى 1 فولت، حتنزل. فخلونا نشوف هذا الكلام، فخليني اقيس الان بين الانود والكاثود. هذا الكاثود اللي مكتوب عليه حرف الكي، خليني اشيل هذا اهو باين ان شاء الله، واحط لك تيست بوينت. فهذا الانود وهذا الكاثود هنا، او هذا معليش الكاثود وهذا الانود الان اللي انا شبكت فيه احمر. فالفولتج 6 فولت زي ما انتم شايفين هنا، فهذه هي الفولتج كامله، فتقدر تسجل القيمه. ثم بعد ذلك يبغى ال VR4، احنا عندنا ال VR4، خلينا نقيس الفولتج على ال R4. فهنا هذا الأحمر حيكون هنا والثاني على الأنود، فالـ VR4 طلع لي هنا بزيرو زي ما انتم شايفين. نسجل النتائج، ليش؟ لأنه ما في أنود كارنت، عشان كده طلع الفولتج على الـ R4 بزيرو. طيب الآن لمسة واحدة momentarily press S1 calculate the value of the gate voltage. طيب سيبوكم من القراءات اللي موجودة هنا في الكتاب، هذه قراءة خاطئة، والبعض الله يهديه أنا في جايب هنا كتاب ثاني كمان فيه له قراءات صحيحة. الطلاب اليوم لقيتهم بيفك الكتاب فقط، يفك الفيديو فقط، يحاول يسوي التجربة بنفسه يفك الفيديو يشوف القراءات، فإذا اللي في الكتاب غلط هو ما بيشوف الفيديو بس بيشوف القراءات، فممكن هيحل غلط. فخلونا نجي للكتاب هذا الثاني، القراءات الصحيح. طيب الآن إيش طالب؟ نلمس السويتش ضغطة واحدة، نضغط على السويتش اللي هنا، ثم بعدين نقيس ال calculate the value of the gate voltage، نقيس ال gate voltage، هذا ال gate زي ما انتم شايفين مع ال gate الجراوند الخاص بال gate اللي هو الكاثود اللي موجود هنا، ال gate مع الكاثود طلع لنا 0.7 فولت، وهنا طلع لي قبل شوي 0.8 فولت. طيب ليش اختلفت القراءة؟ لانه احنا الستة ما تجي معانا دقيقة، الستة فولت اللي نعيرها من فوق من هنا المتغيرة.
This value of the gate voltage is sufficient to turn on the SCR. هو شغال. We can prove that the SCR becomes on by measuring the voltage anode to cathode and the voltage على ال R4. نشوف ال voltage to anode to cathode الآن من هنا. فحنشبك الأحمر على الأنود ونشوف كم القيمة 0.8 قلنا أقرب للواحد تقريبا أو قريبة للواحد فهذه هي قريبة به من الواحد وبعدين عندنا الـ VR4 نجي نشوف الـ V على الـ R4 الأحمر هنا والأسود في هذا المكان على الأنود إن شاء الله يكون واضح وتقدروا تقيسوا ترى على المقاومة نفسها أنا الآن قلت لكم يد مشغولة بالتصوير فتقدروا تقيسوا من المقاومة نفسها ولكن عندي التست بوينت أقدر أحط بهذا الشكل طلع لي 5.18 وهنا طلع لي سابقا 5.3 فالقراءة ممتازة طيب With the release of S1 gate voltage is removed from Q1 Does removing the gate voltage cause the SCR to stop conducting? طيب الآن هي أصلاً مفصولة لأنها قلنا زي ما قلنا بوش بوتون فأنا مهما ضغطها خلوني أجيكم كده عشان تشوفوا هذه تحت 5.18 فمهما أضغط السويتش ما بتغير عندي أي شيء أنا جالس أضغط السويتش ما بتغير أي شيء طيب فالآن هنا نو ما تغيرت طيب if removing voltage from the gate Q1 conducting does not cause the SCR to cease conducting what can easily be done to do this circuit to stop Q1 conducting ايش اللي لازم نعمله عشان نخليه يوقف انه يوصل فهنا لازم نطفي الانود تو كاثود فولتج الفولتج اللي عندنا طيب انا ما اقدر اطفيه الان ممكن اطفيه من هناك ولكن بكل بساطه زملائكم لقيت زميلك اللي قبلك يقول لك ريموف ذا جمبر فاحنا نشوف الان لما اشيل الجمبر اللي هنا الخمسة فولت هذه نشوف ايش اللي راح يتغير فانا ريموفت الجمبر فطفى على طول عندي الفولتج اللي على الار 4 ارجع الجمبر مره ثانيه عشان تشوفوا رجعت الجمبر معلش رجعت الجمبر ما زالت زيرو ليش لاني ما شغلته لازم ارجع مره ثانيه اضغط السويتش واشغله فاول ما اضغط السويتش اشتغلت معانا رجعت مره ثانيه 5.19 فريموف الجمبر او تطفي الفولتج اللي هو انود كاثود من فوق من هنا هو اللي بيطفي SCR اللي موجود عندنا فبيقول ان ريموف ذا تو بوست كونكتور at the voltage source and immediately replace it is the SCR turned off yes اول ما شلنا الجمبر طفى السعر وكذا هذه الكونكلوجن احنا كده خلصنا التجربة ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة ونشوفكم ان شاء الله في فيديو التجربة الخامسة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته